أطراف النزاع تلتزم بهدنات ثم تخترقها منذ دقائقها الأولى، لا تصمد ولم تصمد أي هدنة منذ بداية هذه الحرب العسكرية. اليوم الناطق باسم العملية السياسية قال بأن هذه الهدنة تختلف عن سابقاتها بحكم أنها تشمل آليات ربما للقبول بالتفاوض. هل فعلا برأيك هناك مؤشرات على إمكانية قبول طرفي النزاع أو رجلي النزاع الأساسيين بالتفاوض؟ في هذه الهدنة بالذات نلاحظ هنالك عدد من الخروقات التي يمكن تصنيفها في مستوى أقل من التي تم إعلانها سابقا. هنالك نوع من الالتزام الجزئي بهذه الهدنة في مناطق كثيرة، ليس هنالك اشتباكات ضارية في مناطق كانت في العادة تشهد اشتباكات ضارية. هنالك بعض الخروقات البسيطة من هنا وهناك في مناطق متفرغة، لكن ليست بالعدد الكبير الذي يؤدي إلى انهيار هذه الهدنة. أعتقد أن التفاوض بين الطرفين يمر عن طريق تثبيت مزيد من الأيام المتعلقة بإيقاف القتال. أعتقد أن إيقاف إطلاق النار لفترات أطول يؤدي في مسار سياسي يمكن أن يقود للنقاش حول كيفية إنهاء هذا النزاع المسلح بهذه الطريقة والمنهجية، عن طريق انخراط أكثر عدد من الفاعلين، عن طريق فتح المسارات الآمنة، عن طريق تحديد نقاط الانتشار والتمركز، وعدم محاولة أي من الأطراف أن يحسن موقفه على الأرض أو أن يسترد أو أن يأخذ موقعا جديدا. هو ما سيؤدي إلى عملية تفاوض يمكن من خلالها إنهاء هذا النزاع. ولكن محاولات تحسين الوضع على الأرض أو محاولات الاشتباك المتقطع أو محاولات أعتقد فلول النظام القديم إفشال هذه الأذن عن طريق افتعال بعض الاشتباكات، يجب أن ينتبه لها الطرفان. يجب أن تنتبه قوات الدعم السريع، ويجب أن تنتبه القوات المسلحة، ويجب أن ينتبه الفاعلون الدوليون، لأن هنالك طرف داخل هذه المعادلة لا يحسب له حساب، وهو فلول النظام القديم الموجودة داخل هذه المؤسسات. هذه الفلول من مصلحتها استمرار هذا القتال، ومن مصلحتها عدم الوصول لتفاهمات سياسية يمكن أن تؤدي لحلول سلمية لهذا النزاع. إذن المجهودات يجب أن تتركز. ألا يعي الطرفان بوجود ربما أطراف داخلية أخرى كما أسلفت فلول النظام السابق؟ ألا يعي الطرفان بأهمية الدور الذي تقوم به هذه الأطراف في استمرار هذا النزاع؟ أعتقد أن الطرفين سينتبهان إلى هذه التدخلات أو هذه الاختراقات التي تحصل من النظام القديم حينما يخف صوت الرصاص المنطلق. الآن في هذا اليوم نشهد هنوءا نسبيا في مناطق كثيرة من العاصمة، أعتقد هذا يمنح الفرصة للتركيز، وهذا يمنح الفرصة لمحاولة فهم الصورة العامة. هذه الاشتباكات عندما اندلعت في جو من التوتر، واندلعت في جو من الشحن السياسي الزائد بين الطرفين، وحينما بعد التواصل الذي تم من القوى المدنية لاحظنا أن هنالك نوع من ضياع لمعلومة، من الذي بدأ الاشتباكات بالضبط، ومن الذي جرى الطرفين إلى هذه الحرب. هنالك طرف ثالث أزعى على حرارة هذه شرارة هذه النزاع الكبير، ويجب على الطرفين الآن الهدوء وتحكيم صوت العقل حتى يريا بوضوح من الذي له المصلحة في جر الطرفين إلى هذه الحرب الطويلة والمنهكة والتي تهدد بتقسيم السودان إلى دول عدة. إذن ملاحظة هذه الأطراف وخفض صوت إطلاق النار يؤدي إلى مزيد من النقاش السياسي، ويؤدي إلى تثبيت مزيد من الخطوات التي تؤدي إلى إنجاح تفاوض يمكن أن ينهي هذه الحرب بشكل نهائي. ولذلك أيضا هنالك أمر لا بد أن نشير له، أن هذه الحرب اندلعت حينما كنا غريبين من التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، وحينما كنا غريبين على الاتفاق حول قضية الإصلاح الأمني والعسكري لدمج الجيوش وتكوين الجيش الوطني الواحد في السودان. لذلك يجب أن ننظر إلى هذه المعطيات، ومنها نمكن أن نحدد من الذي له مصلحة في أن يستمر هذا الصراع، ومن الذي له مصلحة في أن يندلع الصراع من الأساس بين الطرفين.